القولون الهضمي، أنا ما عمري سمعت، ما عمري قريت في الطب إنه في شيء اسمه قولون هضمي. هذه كلمة شعبية. يعني القولون واحد أصلا. القولون، خلينا نقول القولون المصاب بمرض، لازم المرض يضاف إلى كلمة قولون. قولون تقرحي، قولون فيه جرثومة، قولون فيه طفيليات، قولون فيه انبعاج، لازم يعرف المرض بالإضافة إلى كلمة قولون. كلمة قولون يعني هضمي غير. اللي يفهم منك دكتور انه هو نتيجة ل اما ضغوط نفسية او أخطاء غذائية اخطاء أو كسل غذائية. إلى آخره، نعم. طيب السؤال، كيف الحل؟ كيف العلاج؟ العلاج طبعا لفترة انتقالية حتى يطبق المراجع التعليمات الطبية، الحمية، الترفيه عن النفس، الرياضة، ربما زيارة طبيب نفسي، حل المشاكل الاجتماعية، أخصائي اجتماعي، على ما بال يستفيد المراجع من تطبيق هذه الأشياء بدقة خلال شهرين ثلاثة. لازم يطبق حمية عن الغازيات، عن المنبهات، عن الدهون، عن التوابل، ويعطي مسكنات القولون معروفة، يعني نصف اللي موجود في الصيدليات مسكنات القولون، لكن هي ليست للقولون العصبي، لكن هي ليست علاج، هي مهدئات مؤقتة حتى يبدأ المراجع، ما أقول المريض، حتى يبدأ المراجع يستفيد من تطبيق التعليمات الطبية الوقائية. يعني هي ما هو مرض له علاج، لا، هذا نبي نهديك ونسكنك بالضبط الين تضبط وضعك.